كابتن سهيلة، كابتن زينب، بنرحب بيكم في فيلجول.com، وشكرا على قبول الدعوة. طبعا شكرا جدا، احنا مبسوطين احنا معاكم. احنا فعلا مبسوطين والله. عايزك تكلميني عن أول ذكرى ليكي مع كرة الطايرة، أول مرة، مش أول ممارسة ليها، لكن أول مرة تحتكي بكرة الطايرة وتشوفيها في حياتك، وإمتى قررتي إنك هتكملي فيها بشكل قاطع يعني؟ أول مرة احتك بالكرة أنا صغيرة قوي، أنا عندي مثلا 7 8 سنين كده، وقررت إن أنا هكمل فيها أول لما روحت النادي الأهلي وانا عندي مثلا 11 12 سنه. كابتن زينة، انت طبعا اول موسم ليكي كان اللي فات في الاهلي بعد نادي الصيد، فطبعا اختلاف كبير بين نادي اجتماعي ونادي جماهيري. انت شايفه ان ده حط عليكي ضغط اكبر، ولا انت مبسوطه انك بقيتي تحت الانظار بشكل كبير يعني؟ والله انا يعني من زمان نفسي ان انا كنت اخد الخطوه دي، انا بقالي اكتر من 5 سنين نفسي اني اخد الخطوه دي والاكسبيرينس دي، فدي حاجة كنت عايزاها وكنت فعلا متحمسة جدا ليها، ان انا فعلا اروح من حاجة نادي اجتماعي او كده لنادي رياضي بروفيشنال اكتر، فدي كانت يعني كانت حاجة عايزاها من زمان قوي. كابتن سهيلة، انت كنت بتدرسي هندسة في الجامعة الأمريكية، مظبوط كده؟ كنت كنت وحولت دلوقتي بقى انت بتدرسي ايه في إلينوي؟ وازاي اصلا جت خطوة السفر، واهلك تقبلوها ازاي؟ انا بدرس بزنس ماركتينج وانتربرينورشيب بره، وجت خطوة السفر لما كنت في منتخب مصر في التصفيات بتاعة الأولمبياد، وكان كابتننا اللي ماسكنا مدرب أجنبي، وهو اللي شجعني قال لي انتي لو كملتي بره هيبقى عندك فرصة أكبر يعني انك تكملي كاحتراف، وانتي مؤهلاتك ويعني انتي ان انتي تقدري ترجعي تلعبي بره او كده. اهلي تقبلوها ازاي؟ ما تقبلوهاش، لحد دلوقتي مش متقبلينها. بس هم شجعوني قوي يعني، هم بالنسبه لهم ان انا ابعد عنهم وكده عشان قريبه قوي. منين بقى ما تقبلهاش، ومنين شجعوكي؟ ما هم شجعوني بس مش متقبلينها يعني، تقدر تاخدها على سن هي كده يعني. طيب زينة، انتي الانتقال للاهلي كان صعب في المفاوضات من الصيد، واخد فتره طويله فعلا. كان صعب قوي يعني، كان صعب قوي ان انا قعدت مثلا اكتر من 6 شهور بحاول، والناديين بقى بيحاولوا يتفاوضوا مع بعض على حاجه توصل في النص، فقعدت كتير قوي مش عارفه انا هروح فين او هلعب فين السيزون اللي جاي، بس الحمد لله يعني في الاخر الموضوع خلص يعني، بعد بقى 6 شهور خلص في اسبوع او حاجه، فيعني الحمد لله. طيب سؤالك، كلمينا عن الاستفاده بقى من تجربه اللعب في امريكا والانجازات اللي انت حققتيها هناك. هي استفادة كبيرة قوي، فادتني كمان مش as a volleyball player، فادتني كمان كإنسانة يعني عموما، تعلمت حاجات كتير قوي واعتمدت على نفسي من A to Z يعني. الخطوة اللي أنا خدتها دي فتحت لي حاجات كتيرة قوي حتى mentally يعني، جوه اللعب وبره اللعب. احنا خدنا أول مرة ناخد الليج هناك Horizon League، وتصعدنا دلوقتي لمزوري فالي ليج، دي كانت أول مرة تحصل في تاريخ الجامعة، يمكن في تاريخ مصر ما فيش حد برضو عملها. أخدت بس ستر هناك في الليج بتاعي، وأخدت بس سيرفر، تصعدنا لـ NCAA Championship للفوليبول، ودي أحسن بطولة في أمريكا، دي كل أول ليج بيدخلها. زينة، أنت جالك رباط صليبي في 2017، أول حاجة في بالك ساعتها إنك كنت مكسورة ومتأثرة، ولا أنا عايزة أرجع أسرع، خصوصا أنت كنت صغيرة يعني؟ هو انا ما كنتش فاهمه يعني ايه رباط صليبي يعني، انا اول ما وقعت قلت خلاص عادي يعني اسبوع او حاجه وهرجع تاني، طبعا بقى اتصدمت صدمه عمري ساعتها، كنت متدمره خالص يعني، قعدت شويه عبال ما استوعبت اللي انا داخله عليه واللي انا المفروض اعمله، بس يعني الصراحه بعد ما يعني خلصت العمليه بعديها باسبوع، لا كنت اللي هو بقى موتيفيتد قوي ان انا لا انا هرجع، وكنت صغيره جدا كمان، فاللي هو كنت خايفه ما اعرفش ارجع تاني، بس لا قلت لا يعني، قعدت حتى 9 شهور بأهل، والحمد لله يعني قدرت ان انا اخف وبقى كويسة يعني. تمام. سهيلة، بعد الجامعة ماذا بعد؟ هل هترجعي الاهلي، ولا انت حققتي مع كل حاجة فممكن انظارك تتجه ان انت تطلعي بره؟ انا نفسي اكمل احتراف بره، ده مش معناه ان انا ممكن ما ارجعش الاهلي، بس يعني الجول بتاعي ان انا عايزة اكمل احتراف بره. هو اصلا في الطايرة ممكن تلعبي مثلا مع فريق بره الموسم وتيجي في الفترة الختامية زي ما انت بتعملي دلوقتي اصلا؟ ممكن لو انا ماضية يعني مثلا 6 شهور 8 شهور، مش سيزن او 2 سيزن ورا بعض، ودلوقتي تقريبا الناس كلها بتمضي كده، بتمضي بالشهور اكتر من هي سنين يعني، على حسب يعني طبعا الكونتراكت، بس الناس كلها دلوقتي بقت تمضي. انت جالك عروض طيب قبل كده من بره؟ جالي عرضين من ايطاليا، بس لسه يعني عشان انا لسه اوريدي بره مع الماضيه مع الفرقه بتاعتي انا بلعب معاها دلوقتي، فلسه قدامي سنه ونص هناك او 2 سيزونز معناها صح.
زينة، عايز ارجع لاخر موسم ليكي مع الصيد. طبعا نهائي الكاس مباراة مشهورة جدا 3-2، الصيد كان على بعد نقطة من الفوز بالماتش. فاكرة الماتش ده ازاي وبتبصي له ازاي ساعتها في لحظتها وانتي لعيبه في الصيد، وازاي بعد ما روحتي الاهلي وهل لسه الموضوع بنفس المرارة ولا اقل شوية؟ والله يعني كل ما افتكره دلوقتي بتضايق، يعني لانه كان بجد قريبه قوي ان احنا نحقق انجاز تاريخي عمره، يعني كان الاهلي ما خسرش بقاله اكتر من 30 سنه والصيد عمره ما خد بطوله فيس تيم، فاللي هي كانت يعني نقطتين وكان ممكن نحقق كده. بس طبعا الماتش ده يعني بالنسبه لي اداني اكسبيرينس ممكن اخدها في 4 5 سنين، واحنا كنا فعلا فرقه كويسه جدا وكنا اشتغلنا كويس قوي، فجينا بقى الماتش ده فعلا طلعنا كل حاجه عندنا. بس يعني ربنا طبعا ما قررتش، بس ده بالنسبه لي من اهم ماتشات في حياتي يعني اللي انا لعبتها. يعني انا كمان سهيله، لما الاهلي كسب الانابيب الكيني كان معاهم لعيبه عابره جنسيا، انتوا حسيتوا ان ده مش فير بالنسبه لكم؟ لان الموضوع ده مثير للجدل في الرياضات تانية كتير خصوصا الفرديه، ان هم في شايفين ان ده مش كويس او مش فير بالنسبه للرياضات بالنسبه للسيدات. حسيتوا ان ده لا يعني مستواها اوفر بالنسبه للمستوى المعتاد؟ يعني اكيد بتنط بصدرها على الشبكه، ودي مش حاجه سهله ان بنت او اثليت في افريقيا يعملها، ممكن بره تحصل بس في افريقيا يعني لا، مش بنلعب المستويات دي خالص. وعايز اقول لك حاجه فاني قوي، لما كنا نعمل سكاوتنج عليهم فاحنا مش عارفين، يعني كابتن حمدي كان قاعد معانا مش عارف يقول لنا ايه، فجابها بهزار قال، فمش عارفه بيقول انتوا بس اقفلوا لها كده حاجه زي كده يعني وهتقفلوا لها الزاويه، فحد من الثلاثات بتوعنا قال له انزل لها انت راجل لراجل، احنا مش هناخد الاوبشن ده. يعني كانت صعبه جدا يعني احنا نوقفها، وخدت مننا يعني بوينتس كتير قوي عشان نقدر ناخد يعني نركز في التايمنج بتاع البلوك بتاعنا ليها ونركز لها ان احنا نقفلها فين في الملعب. زينا، الاهلي خسر نهائي افريقيا السنه دي، هل الموضوع ليه علاقه شويه بالشوشره اللي كانت حاصله ان في 4 هيروحوا الزمالك، ولا انتوا ما كانش ليكم اي علاقه باللي بيحصل بره؟ لا هي ما كانش ليها اي علاقه، يعني احنا دخلنا البطوله محدش بيفكر في اي حاجه، احنا بس بنفكر في بطوله هندخل وناخدها، واحنا حتى مشينا يعني احنا طول البطوله احنا ما كناش بنلعب فرق سهله، لا يعني البطوله كانت صعبه من اول يوم لحد اخر يوم. احنا الفرقه الوحيده اللي لعبنا الثلاث فرق الكبار اللي هم من توب 4، فما كانش سهل خالص. جينا بقى الماتش الاخير هم كانوا يعني كانوا كويسين بصراحه، واحنا كنا برضو كويسين، بس هم بقى طبعا اقوى وحاجات كده، بس هو كان توفيق يعني، هو كان الماتش رايح لهم ربنا كتب لهم ليهم، بس لا هي ملهاش اي دعوه باي حاجه. يعني خليني اقول لك انه فعلا كان توفيق، لان احنا في الجيم في الماتش الاخير في الفاينل بتاعنا احنا الجيم الثالث كنا 20-15 which is 5 points في فاينل افريقيا، ده يعني بوينتس كويسه قوي ان انت تقدر تكسب ماتش. فعلا كان توفيق ان هم جابونا في حاجات تحس ان انت بوينتس مش يعني سهله قوي ان احنا كنا نجيبها، بس هو كان فعلا الموضوع مش توفيق، احنا الجيم اللي قبله كسبناه 25-11، ف كان توفيق فعلا. قلقانه ان سيطره الاهلي تنحصر شويه محليا بعد الصفقات اللي عملها الزمالك، خصوصا انكم عارفينهم احسن من اي حد لانهم كانوا زمايلكم؟ لا، ايه وجهه النظر ان حد عشان مشي من الاهلي فالاهلي مثلا هيقع، او حد مشي من الزمالك فالزمالك هيقع؟ ملهاش علاقه خالص، كل سيزون وليه ظروفه، يعني ممكن لا قدر الله يحصل اصابه في الاهلي او يحصل اصابه في الزمالك، ملهاش اي علاقه، وممكن الاثنين يمشوا عادي جدا وتلاقي المنافسه جامده قوي، وده اللي متوقع يعني السنه دي. ميتو في لقاء سابق معانا قالت انها زهقت من قله المنافسه، بعد كده راحت الزمالك، طبعا منافسه ممكن كده تزيد، مش عارف هي حلت الموضوع بايديها يعني. فهل انت تفضلي عموما انك تبقي في الدوري الفريق مرتاح ملوش منافس بيكسب قبل ما يلعب، ولا لو في منافسة اكتر ومستوى الفرق التانية مستواها اعلى ده هيدي طعم احسن للمسابقة؟ لا طبعا، انا بالنسبة لي ان احنا نبقى داخلين عارفين حكاية كده كسبانين حاجة مملة جدا، وحاجة كمان مش بتعلينا احنا كلعيبة، اللي هو احنا كده كده عارفين مش بنلعب اللي هو ناس في نفس المستوى، فده بيقلل من مستوانا، لكن بكتر الاحتكاك وبكتر المنافسة ده بيودينا في حتة تانية خالص. فانا شايفة انه لو السيزن اللي جاي ده هيبقى ميزة كويسة قوي للفولي في مصر عامة وللمنتخب كمان، انه كل حد او كل لعيبة في الدوري هتبقى عايزة انها تبقى كويسة وتبان وتكسب وتاخد البطولة، فده هيعمل منافسة كبيرة قوي وهيخلي للدوري الفولي للبنات ليه طعم كده،
فلا طبعا انا شايفه انها ميزه كبيره جدا. يعني المنتخب لسه طبعا كنتوا في الجزائر من اسبوعين تقريبا وقدمتوا مستويات مميزه، ايه تقييمك للمشاركه وهل حاسه ان كان ممكن ان المشاركه دي النتائج بتاعتها اعلى من المتوقع ولا اقل من المتوقع، ولا حاسه اصلا الاحتكاك بالاوروبيين عامل ازاي؟ بالنسبه لمنتخب مصر احتكاكنا بيهم المره دي كان افضل مره تقريبا حصلت بقالنا كتير قوي، الكلام ده من 98 او 78 مع حاجه كده، يعني حاجه في الرينج ده. اول مره ناخد سادس في بطوله بحر متوسط، واول مره الجيل ده الجيل اللي قبلنا يطلع اصلا بطوله بحر متوسط. اعتقد ان الناس يعني راضيه عن المستوى، يمكن احنا كلاعيبه مش راضيين بس الناس راضيه يعني، وده كان التارجت بتاعنا من الاول ان احنا نطلع ناخد سادس. ان شاء الله اللي جاي بقى يبقى احسن، يعني هما شافوا ان احنا عندنا، فان شاء الله اللي جاي بقى نقدر نعمل حاجه اكتر من كده. زين، عايزك تشرحي لنا الفرق بين مركزك في الملعب ومركز سهيلة لو واحد ما عندوش فكره عن الفولي بول وبيتفرج دلوقتي. هو فرق شيء صعب. سهيلة بلاي ميكر، هي الباسير، هي اللي بترفع لكل حد في الملعب. انا اربعات اللي هو بيبقى على الشمال، بشوط اكتر يعني. هو اربعات هو المركز الوحيد اللي بيعمل كل حاجه في بيعمل كل المهارات، بيستقبل وبيشوط، بلوك، سيرف، استقبال، ديفنس كده. لكن البلاي ميكر حاجه مختلفه تماما. انا اللي بوزع اللعب، ماليش دعوه، ماليش علاقه خالص بيها. باقي المراكز في الملعب اشرحها لنا انت بقى. الليبرو هو المتخصص في اول كوره، استقبال وديفنس. المفروض ان هو احسن واحد دايما بيلبس تيشيرت طبعا مختلفة. لازم يكون اقصر واحد، مش لازم يكون اصلا في ليبروهات طويله يعني عادي. مريم مصطفى تقريبا اطول مني حاجه بسيطه يعني. وهو ما بيطلعش على الشبكه، مش من وظايفه يعني ان هو ياخد بلوك او يشوط او يجيب بوينت او كل الكلام ده. اتنينات مخصص اكتر للضرب، ملهوش علاقه خالص بالاستقبال، بيعمل كل المهارات ما عدا الاستقبال. اربعات هو شايل كل حاجه في الملعب، بلوك، ديفنس، استقبال، كل حاجه، اي حاجه ارمي الاربعات. الباسير اللي هو انا اللي بوزع اللعب، انا اللي بتحكم مين يضرب في البوينتس دي. كل واحده فيكم تقول لي معلومه عن الكره الطايره يعني عوام الشعب ما يعرفوهاش، يعني لما يسمعوها يتفاجئوا ايه ده فعلا موجود في الطايره. ان الجيم ان احنا بنجيب بوينتس مش جوان، يعني محتاجين يفهموا كده والله. يعني الجيم من 25 بوينت مش من 21. لا غششكم انا مثلا، يعني معروفه طبعا متابعين بس الناس ما تعرفش مثلا الطايره لازم ممكن يتلعب باي جزء من الجسم يعني، فطبعا الناس بيشوفوا بالايد بس. يعني ممكن فعلا نعدي الكره برجلينا، بصباعنا، بايدينا، اي حاجه بدماغنا عادي ممكن. زينة، ايه اكتر حاجه نفسك تتطور في كره الطايره المصريه للسيدات؟ نفسي ندخل اولمبيكس، يعني ده حلمي يعني من وانا بجد صغيره، وحلم كل حد فينا اصلا ان احنا بجد ندخل اولمبيكس. لان اخر مره دخلنا اولمبيكس كان مثلا اكتر من 40 سنه مثلا، فانا نفسي ان احنا منتخبنا يوصل للمستوى ده، مش كمان يدخل اولمبيكس، لا انه كمان ينافس في اولمبيكس والفرق اللي بره وكاس عالم. واحنا مش ناقصنا حاجه عن اللي بره يعني. لما المدرب الاجنبي كان اسمه ماركو مسكنا المره اللي فاتت، احنا فعلا كنا بوينتس بعيد عن المكسب فعلا، وكنا منتخب اعماره كلها صغيره. يمكن دي كانت اول مره تحصل ان اعمار كانت تبقى صغيره، ويمكن كانت اول مره مثلا لينا انا وزينه نسافر تصفيات اولمبياد وكنا داخلين منافسين بشكل اساسي يعني. فكانت حاجه كويسه قوي ان احنا ناخد الاكسبيرينس دي، فحاسه ان احنا المره دي يعني ان شاء الله يا رب لو ما حصلش اي حوارات وكده يعني ان شاء الله نقدر نكسب. طيب ايه موضوع بقى ذا فويس؟ وانا صغيره قوي، وانا عندي مثلا 13 14 سنه كده، قدمت في ذا فويس وقبلوني وكل حاجه، وكان عندي بطوله افريقيا، كانت اول بطوله افريقيا مع منتخب مصر في مدغشقر، فكان في نفس التوقيت كان لازم اعتذر عن حاجه، فاعتذرت عن ذا فويس. غباء كده كده. ايه بتغني احسن من الطايره؟ بص، هو الناس بتقول كده يعني، بس انا بحب الطايره قوي قوي، وغباء برضو يعني ده، بس لا ما اقدرش اقول كده برضو. سمعينا. طيب، وبحلف لك هشيلك بره حساباتي وما اسمح لك تودع قلبي وحياتي، وهوصف لك حبيبي ازاي هتنساني وتعرف بعد ناس تاني، وارشح لك ما تقلقش
لا يمكن أرضى يعني تعاني بعديه، ما تستغربش أصل أنا روحي رياضية. في عشرة ما بينا فهساعدك وغصب عني في جنبك تبقى فيا. ما تستناش حبيبي حاجات ترجعنا، عشان ما فيهاش يا دوب هنداوي في وجعنا. هنعمل ايه ومن غير ليه، حاولنا وربنا لحكمة ما وفقناش، ما قصرناش وجبنا اخرنا وصبرنا وما ارتحناش، ولا قدرنا ولا وصلنا لحل جديد. فتبقى بعيد حبيبي القرب، صدقني ما ينفعناش. لا لا فعلا كانت غلطة انك ما رحتيش. ايوه قلت كده برضه. لا بس ده مش معناه ان انت مش لعيبة كرة طايرة كويسة. شكرا، ربنا يخليك. خش بقى في اسئلة سريعة. الكرة الطايرة في بدايتها كانت بتتلعب من غير شبكة، الكرة الطايرة في بدايتها كانت بتتلعب بكرة سلة، الكرة الطايرة في بدايتها كانت بتتلعب بتمن لعيبة في الفريق الواحد. تمن لعيبة في الفريق. كرة سلة. كرة سلة. كرة الطايرة في بدايتها كان اسمها كرة السرعة، كان اسمها كرة الصالات، كان اسمها مينتونيتي. كرة السرعة مثلا. مينتونيتي. مينتونيتي. حسيت والله اسمها غريب جدا. طيب لاعب الطايرة بينط في الماتش بمعدل 300 مرة، 400 مرة، 500 مرة. 300 400 300. انا بجد كسحاني. طيب الراجل اللي اخترع الفولي بول اصلا اسمه ويليام مورغان، هل اخترعها عشان كان عايز رياضه مناسبه للاطوال، ولا اخترعها عشان كان عايز رياضه ما فيهاش جري كتير، ولا اخترعها عشان كان عايز رياضه تتلعب في صاله مغلقه؟ للاطوال تهيألي، يعني للاطوال. لا عشان ما فيهاش جري كتير. انا كنت هقولها. ثلاث معلومات برضو. الطفل المصري معدل ذكاؤه أعلى معدل في العالم، الطفل تحت 3 سنين بينام بمعدل 18 ساعة، الطفل نموه بيبقى أسرع في الربيع. طفل مصري أذكى طفل في العالم. حاسها قوي. من أني ناحية يا بنتي؟ ده طلعت حاجات كتير قوي عن الانترنت بتقول كده. صح؟ ايه تاني حاجة؟ طفل تحت 3 سنين بينام. أيوة. بمعدل 18 ساعة في يوم. ايوه بينام بمعدل 18 ساعة. دي برضه ساعة واحدة. صح؟ لا طبعا غلط. بجد؟ ده اكيد غلط، ده موضوع مثبت يعني. مش بيطول في الربيع دي. صح يعني. نموهم بيبقى اكبر. بجد والله؟ استنشاق التفاح الاخضر بيساعد على خسارة الوزن. اكبر تفاحة في العالم بحجم كرة طايرة. الانسان ما يقدرش ياكل اكتر من 5 تفاحات ورا بعض. انت قلت ايه اول واحدة؟ ان هو بيساعد على خساره الوزن. الشم، شم التفاح. تاني واحده دي اكتر واحده. لا دي ولا الفولي بول؟ الفولي بول. لا هي دي. هي دي ان هو شم التفاح. انا ما قلتش ولا حاجه صح لحد ما انت ولا واحده صح. ينزل. المكسيك اخطر دوله في العالم فيها اهرامات، السودان اخطر دوله في العالم فيها اهرامات، مصر اخطر دوله في العالم فيها اهرامات. مصر. غلط. السودان. صح. السودان فيها 220 هرم. لا ما انت جاوبتي غلط. لا ما انا خلاص بتحسب السودان. فهو انا مركز. هي تالي الاهرامات دي من عجائب دنيا السبع ان هي كبيره قوي، بس اهرامات عاديه بقى في بلاد على مدار على طول الخط النيل كله. هي الكور في اللعبه دي ان هو اكتر حاجه مستبعده هي هتبقى الاجابه. هي اللي هتبقى صح. توعوش في الفخ يعني. اللغه الصينيه فيها 450 حرف صيني. اسبانيا دوله اسبانيا فيها 6 لغات رسميه. امريكا فيها 300 لغه الناس بيتكلموها. تهيالي اسبانيا دي 6 لغات. اللغه الصينيه فيها 450. لا غلط وغلط. امريكا بيتكلموا فيها اكتر من 300 لغه. فعلا امريكا ام الدنيا بعد مصر. ام الدنيا. بعد مصر. اسبانيا اللغات الرسميه اسباني، باسكي، جاليسي، كاتالونيا. 4 مش 6. في شيكاغو تم اختراع نظاره الشمس. في شيكاغو اتعمل اول عمليه زراعه شعر في العالم. في شيكاغو تم اختراع البراوني.
براوني براوني صح. اول براوني اتعمل كانت شيكه كتير قوي. هسالكم عن حاجات كومن بينكم يعني، وكل واحده تقول. فهنبدا مثلا كل واحده تكتب عيد ميلاد الثانيه. ماشي دلوقتي اكتب حاجات كومن عندها. لا اكتبي عيد ميلادي. عيد ميلادك اقسم بالله ما اعرف. هنجس غلط. انت كان انا 26/8. انت غلط برضو بجد. ستي قريبه كام؟ 18/12/99. كل واحده تكتب طول الثانيه. انا 180. مستحيل لان هي اطول منك. انا 173. يعني انا انت صح. احنا مش عارفين بعض اصلا. تعرفش انت مين. طيب كل واحده تكتب الاسم الرباعي للتاني. انت عارفاه قوي قوي. يلا خلاص. انا كتبت ثلاثي. لينا كاميرا سؤال. هو في محمد احمد؟ لا في احمد فوزي. احمد فوزي قريبين قريبين. بس انا خدت بوينتي. مين بصوت بوخ احسن؟ كده كده. مين صوته أعلى؟ صوته أعلى؟ من صوتك عالي؟ صوتي عالي قوي في الملعب. مين رغاي أكتر؟ بدون كلام. صحيح. مين بينام أكتر؟ تعمل كل حاجة. والله مش همسح فعلا. طيب مين ستايل لبسه احلى؟ بص هقولك على حاجة. حوار ستايل لبس ده احنا اصلا دولابنا وزينا دولاب واحد. ايوه حرفيا. احنا ممكن نلبس من دولاب بعض على طول. مش محتاجين نجيب حتى نفس الحاجة. احنا جايبين نفس الحاجة. مين بيبص في المراية اكتر؟ كل ثانية. طيب كل واحدة تكتب هواية عند التانية بخلاف طبعا الفولي بول. حاجة هواية بتمارسها، حاجة بتحبها. الغنى. برافو عليك.